مؤمن إيه؟ انت ابتديت وانت عندك كم سنة؟ ابتديت وانا عندي 15 16 سنة. 15 سنة؟ صحاب بقى وشلة وكده يعني انا مش عاوز القي باللوم على حد، لكن زي ما قال الدكتور تامر كده. انت ممكن تعلي صوتك شوية استاذ؟ زي ما قال الدكتور تامر. أيوة. حضرتك ان الاسرة المصرية عليها عمل جامد قوي. ايوه فندم. المفروض يبقى فيه زرع قيم ومبادئ في الشخص نفسه منذ الصغر وهو طفل، يعني هو طالع. ما يبقاش اعتمادي، يحسسه بقيمة الحاجة. زي ما الابناء ليهم مطالب عند الاسرة، دور الاسرة مش ان الاب والام يشتغلوا ويجيبوا فلوس ويصرفوا بس. لا طبعا، لا، هم كمان ليهم طلبات. انت هتديني ايه عشان اديك ايه؟ انت عايز ايه عشان اعمل لك ايه؟ تقييم للنفس والشخصية. يعني انت كانت بدأت مشكلتك مع المخدرات، كان عندك مشاكل في الاسرة. نقدر نقول كده. كان عندي مشاكل في الاسرة. اسرة متوسطة التعليم، ما عندهاش الوعي الثقافي، ما مش مهتمة او بالموضوع. كان عندي اعتمادية على كل حاجة، فلوس طلباتي كلها مجابة، ما عنديش مشكلة في حاجة، وما كانش بيطلب مني حاجة. يعني انا ما افتكرش ان الطلب مني اصلي في يوم من الايام. ما افتكرش دي. ما افتكرش ان الطلب مني اجيب مجموعة في الاختبارات الشهرية. ما افتكرش ان انا اجيب نتيجة كويسة في نص السنة. يعني ما كانش حد مهتم بيك في الاسرة؟ لا لا لا، مش كده؟ نعم. طيب هل انت فعلا كنت بتعمل اللي قال عليه الدكتور من في الاول، ان انت كنت بتتاخر بره البيت، ان انت كنت بتنام طول النهار، ما بتروحش المدرسه، بنفس الاعراض اللي قالها الدكتور؟ في البدايات كنت بروح المدرسه وكنت منتظم. اول ما دخلت في التدخين، مجرد ما دخنت بس السجاير عاديه، ابتدى سلوكي يتغير. بعد كده دخلت في مخدر الحشيش وابتديت اتعاطاه. ابتديت اسيب المدرسه، اهرب من المدرسه، اسهر بره البيت، ارجع الفجر، ممكن ابات بره، وكل الحاجات دي برضه ما كانش عليها الكنترول المظبوط. يعني الاسره ما كانتش بتراقب تصرفاتك؟ لا، كان ممكن الوالد يشد، لكن الوالده تطبطب. طب ما هو ده العادي يا مؤمن. طب ما هو العادي دوت ممكن يوصلنا لنتائج احنا مش عايزينها. انا معجبه بشجاعتك قوي بصراحه، بجد معجبه بشجاعته جدا يا دكتور.